انا هعمل سي فود مقلي بعجينه التمبوره. اول حاجه علشان خاطر نعمل العجينه التمبوره، هي بتتباع غاليه قوي بره، مش محتاجين ان احنا نشتريها. والسعر ايه عجينه التمبوره؟ مكسوف اسال. عجينه التمبوره هي عباره عن دقيق ونشا، ملح، سكر، بيكنج باودر وبيكنج صودا. لما بيتجمعوا مع بعض بنسب معينه بيخلوا الكراست من بره للحاجات المقليه كريسبي مقرمشه بالظبط. عندي ريحان 50 جرام، عندي علبه شعير مش محطوط عليه اي فليفر. اوكي، شعير ساده. ساده. اوكي. عندي 115 حوالي كوبايه من الدقيق وكوبايه نشا. عندي معلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره بيكنج باودر. اوكي. ومعلقه كبيره بيكنج صودا. حطيتي شعير وحطيتي نعناع. حطيت شعير وحطيت ريحان. ريحان انا اسف. هضربهم الاول دقيق وعليه النشا. اوكي. اوكي. لا يعني شايفين، فاهمه هي بتعمل ايه؟ سكر على طول. بيكنج صودا وبيكنج باودر. ايوه. ونقلب مع بعض وننزل بخليط الريحان. اوكي. من خلطه التوابل اللي هتبل بيها سي فود. قوليها بسرعه، قوليها بسرعه عشان ارغي انا وانت شويه. اوكي. عندي توم باودر وبصل باودر، فلفل، شطه، بابريكا، وريحان باودر، وطبعا رشه الملح لا غنى عنها. حلوه قوي. هنمكسهم مع بعض وهنتبل بيهم كل السي فود وكده هنبقى جاهزين على القلي. الكاليماري. كاليماري. الكاليماري لحمه قاسي وبياخد وقت في السوى اكتر من السمك والجمبري. الكاليماري اللي هو صبيت. بالظبط. فاحنا هننزله في الخلطه دي. ممكن تقولي سريعا ايه هي الخلطه؟ الخلطه دي اللي احنا عملناها أوه. من الفلفل الاسود والملح، الشطه، البابريكا، الثوم الباودر والبصل الباودر، وحطينا كمان عليها ريحان باودر. تمام. رايت. في الدقيق لازم نغلفه تغليفه الدقيق الاصيله يعني. بالظبط. ها انا بنزل بيه وبعومه كده. لا هاتي انا احب العب برضو انت يعني. خليك. بصوا ده خلص خلاص. نحط بقى ليمون كده عشان يتعصر عليه. ده يعني ناكل. اوكي. واحنا استخدمنا ريحان، يبقى نحط بقى ايه كده.